25 يناير، فيلسوف الشعراء، سيد حجاب، شاعر العامية، من مواليد الدقهلية سنة 1940. حب الشعر من والده لما كان بيقعد مع الصيادين يتباروا بأشعارهم، وكانت لنشأته في مدينة صيادين أثرها عليه، وظهر ده في أول ديوان ليه وهو صياد وجنية. كانت دراسة حجاب في كلية الهندسة، وكان بيحضر الندوات الشعرية، وفي ندوة منهم قابل عبد الرحمن الأبنودي، وبعدها اتعرف على صلاح جاهين، وبكده تلمز حجاب على أيديهم. في الستينات ابتدى حجاب يقدم برامج شعرية في الإذاعة زي بعد التحية والسلام وعمار يا مصر، وبعدها ابتدى يشارك في الندوات والأمسيات الشعرية، ده غير الأعمال التلفزيونية والسينمائية اللي تعدت في مشواره الإبداعي أكتر من 100 عمل زي مسلسلات ليالي الحلمية والحقيقة والسراب وأرابيسك، ده غير مسرحيات زي حزمني ياه وعيال تجنن، وكمان أفلام زي الكيت كات وكتيبة الإعدام والأراجوز.